السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم النتيجة النهائية وفقا لبيان اللجنة العليا للانتخابات بمجلس الشعب دائرة مدغم، حيث تقررت الإعادة بين السيد بدوي عبد اللطيف حصل على 32488 صوت، والسيد أحمد الألفي 31578 صوت، والسيد عبد الفتاح عبد الحي محمد مصطفى 27468 صوت، والسيد محمود العزب 24791 صوت. بينما خرج من السباق كل من السيد أسامة راضي عضو مجلس شعب حالي برصيد 22972 صوت، والسيد مرتضى أحمد منصور عضو مجلس حالي 21271 صوت. بهذه النتيجة يخرج مرتضى منصور من سباق الإعادة غير مأسوف عليه، وبذلك ينتهي هذا الفصل إلى حد الآن من فصول الحياة مع مرتضى منصور والصراع مع مرتضى منصور، وبانتظار فصول جديدة ربما تكشف الأيام عن سيناريوهاتها مستقبلا. ألف مبروك لأهالي متغمر، وألف مبروك للشعب المصري، وألف مبروك لجميع الناس، أهلاوية وزملكاوية، والسلام عليكم.